السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة مطبخ سميرة. اليوم غادي نقطع عليكم واحد الحلوة على شكل رولي باللوز والكونفيتير. كتجي روعة، كتجي هشيشة وكتدوب في الفم وسهلة، ما فيهاش خدمة بزاف، يعني ما ديرناش وقتك طويل. دغيا كنوجدوها مع اتاي ولا قهوة، كتجي رائعة ما نقولكمش. نتمنى تجربوها وتعجبكم، وبقاو معايا وشوفوا المقادير وطريقة التحضير، وما تنساوش تضغطوا على زر الأحمر وتضغطوا على الجرس باش يجيكم الجديد، وديروا لنا لايك إلى عجبتكم الفيديو، شجعونا. شكرا بزاف على تشجيعاتكم. بسم الله غادي نبدا باش ما نطولش عليكم. مقادير: عندي 3 البيضات حرارة المطبخ، نص كاس ديال العلبة ديال الزيت، نص كاس ديال العلبة ديال السكر، واحد الخميرة ديال 16 غرام، واحد الفاني، قبصة ديال الملح، نقشر قشر البرتقال المحكوكة، 2 معالق ديال اللوز اللي فيه اليوم باش نزوق للتزيين. عندي هنايا شي 3 معالق ديال الكونفيتي المشمش، عندي 2 معالق كبار ديال اللوز هكذا اللي مهرمش، نديروه للداخل. اللي ما بغاش دير اللوز تقدر تعوضو بالكاوكاو، او ولا اللي بغي دير الكوكو، كل واحد الذوق ديالو. بقاو معايا وشوفوا الطريقة ديال التحضير. عفوا، والدقيق كنت نسيت الدقيق، ندير الحلوة بلا دقيق، سمحوا لي إذا غلطت. دابا غنديرو البيض. يلا غنزيدو داك الفاني، دقيق على حساب الخليط، نديرو الملحة، الزيت، نزيد ديك القشور ديال الحارة ديال البرتقال، أول شي. دابا غادي نضرب، نضرب واحد المدة ديال الدقايق حتى يولي داك الخليط بيض، ونرجع معاكم. ملي خلطته هكا بالخلاط، دابا غادي نزيد الدقيق واحد المدة ديال 2 دقائق. دابا غادي نكمل باليدين، غادي نزيد هاد الخميرة، دقيق على حساب الخليط، نحسو شي كيفاش يكون رطب باش يجينا زوين. شويه ديال الدقيق، نخلطو هكا غير السبعة ديالنا مكنخافوش نعجنو مزيان، تجينا الحلوة زوينة. ملي جمعت العجينة خاصها تكون رطبة بزاف باش تجينا زوينة. ندهنوها شوية بالزيت، مش متلصقناش، نديرو عليها ورق الزبدة أحسن، نديرو شوية ديال الزيت. احسن نديرو على مدلك باش يسهل علينا الخدمة. دير فيه هاديك الزيت كتمشى ديك الورقة الورق.
ملي سرحتها على داك الورق كنديرها قد هذاك الورقه ديال الزبده. دابا غادي ندهنها بهذاك الكونفيتي لا كونفيتي اللي كل واحد سمو كيعجبو. انا درت ديال الخوخ، ما نحاولوا نخلي شويه الطرف هنا باش ما تخرجناش ملي نلويوه. نديروا كاع هاد الكونفيتي نسرحوها ما كتروش بزاف باش ما تخرجناش اللي كيطيب. نخليو هاد الجناب ما نديرهمش حتى للطرف. صافي نديرو عليه داك اللوز اللي مهرمش. كيبقى على حسب الذوق كل واحد شنو بغا يدير. تا كاكاو كيجي زوين، انا بعض المرات كنديرو كاكاو كيجي زوين بزاف. صافي دابا غادي نتويو هكذا. صافي نديرو هكا في السنين، نردو هداك الخرين نردوه لتحت باش ما تحتقناش ملي نديروه في الفران. نكرسو هكا شويه شويه ماشي بزاف. دابا غندهنوه بالصفر البيضة مع شويه الحليب. درت واحد شويه ديال القطرات ديال الحامض باش ما تجيناش هذيك الزهوريه. ندير الفرن سخن، درته سخنته قبل على 180 درجه فوق والتحت. غنديرو في الوسط في الوسط في الوسط. ندير شويه كده بفرشيت نزوقوه. صافي ندير داك اللوز اللي فيه لي نزوقو به. نحاول نضغطو عليه باش يتلصق. عجبلكم تجربوه، تكتبوا لي في التعليق اذا عجبلكم. شي حاجه اللي ساهله نصوبوها في الدار كتجي زوينه هكذا الكوتي ولا الفطور. دابا غادي نديرها في الفران. ملي غادي تنطيب غادي نرجع معكم. لي طاب خرجته من الفران كيجي محمر ومزوين بزاف. دابا غادي نخليه حتى يبرد ونقطعه ونرجع معكم. الحلوة ديالنا ملي كملات قطعتها كي كتجي كتجي الحقيقة رائعة زوينة بزاف. كتجي فيها داك المذاق ديال داك اللوز مع داك الكونفيتير كتجي معلكة كتجي زوينة. شي كدرجي رطبة من الداخل معلكة داخل مبرة مقرمشة. نقسمكم وحدة تشوفو كتجي هشيشة كدف في الفم. روعة روعة ما نقولكمش كي كتجي زوينه المذاق ديالها. نتمنى تجربوها وتعجب لكم. شكرا بزاف على المشاهده وما تنساوش ديروا لايك.
المشاهدة، شكرا بزاف، حتى الفيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.